العنوان ديالو راه ديجا كيف ما شفتوا الحمد لله هو سبحان الله العظيم كنبغي نحط اهداف كنخاف كاين هاد القضيه هادي كتوقع بزاف ديال الناس وهذا هو السؤال اللي هو مطروح ملي كتقول له واحد واش حاط اهداف قدرت تقيدهم ليا ملي كيبغي يحطهم كيلقاه شاده واحد اما كيتصنت لك يقول لك واخا والوقيته اللي كيجي يحط الورقه درنا مثلا الورقه وكيشد ستيلو كيبدا يقيد بغي يقيد كتلقاه درنا مثلا بحال ما كيتدشر كيبقى مداير خايف واش وقيلا عرفتش من بعد فنظركم علاش واش القضيه كتوقع لكم علاش بغيت نعرف علاش واش عندكم علاش بيان سور كاين علاش هاد السؤال راه مهم بزاف خاصك تسولو بيان سور علاش الناس كيحطوا اهداف وعندهم الثقه انهم كيحطوهم وعلاش بعض الاشخاص انهم ما كيقدروش يحطوا الاهداف لقيتها كيبدا يحط اهداف كيبدا يهضر مع راسو كيبدا يتكلم مع راسو وكيلقى راسو انه كيابوندوني هاد الاهداف اللي يقدر يحطهم علاش بالضبط خصو يحط اهداف راه حنا ديجا تكلمنا عليها في طابلو فيزياليزاسيون حيت بيني وبينكم لما فيزياليزيتيش لما شفتيش لي زوبجيكتيف ديالك اللي باغي توصل ليهم صراحه غيكون عندكم بزاف ديال لي ريزيستونس مجموعه ديال الاعتراضات الناس ماشي هما ناس هما شي اعتراضات اللي عندك كيكون عندهم علاقه في الموطال ديالك كيخليوك انك ما يخليوكش انك تشوف هذاك ليماج تشوف هذيك الصوره ديال هذاك لي زوبجيكتيف اللي انت باغي يعطيكم مثال بسيط انت دابا حاليا ما عندك لا طوموبيل لا والو بديتي كتفيزياليزي كتشوف الحلم ديالك ولا الهدف ديالك في واحد لافواتور معينه اللي دابا ماشي قريبه لك هي بعيده عليك وشتيها بقيتي كتخايلها وقلتي هذه غتكون ديالي شنو غيقول لك الراس الثاني قال لك ويلي اصاحبي وانت كتبت مع راسك وانت ما عندك حتى طوموبيله حتى حاجه وانت كتقول دابا غتحلم بهذاك الطوموبيل اللي هي دايره الثمن 61 و70 مليون اه شوف بلا ما تبرز راسك هاد لي ريزيستونس كاينين شكون اللي كيجبدهم لك ماشي البشر هو دماغك كتلقى فيه لي ريزيستونس هاد لي ريزيستونس هادو كيكونوا اصلا كيبداو يتربوا فينا من الصغر ديالنا علاش حيت جينا نهضروا على التربيه ديالنا حنا في الصغر كتلقى ديما القضيه ديال الخوف عندك وكذا وحلم قدك حتى واش حاجه وانت ما كتبغي انت باغي طير كتسمع القضيه وانت باغي طير وانت تبتها صاحبي الله يهديك كيقول لك شمن انت واش حاجه غتوصل لهذيك انت واش مالك هاد لي ريزيستونس كاينين كنكونوا تربوا فينا وكنبداو ناخذوهم وكيلصقوا لنا في لا سيب كونسيون ديالنا في العقل اللاواعي ديالنا وكيبقاو غاديين كيكبروا واحد الوقيته ملي كتبغي تحط انت شي حاجه ديالك كتلقى ديك لي ريزيستونس كيشدو كيكروزي هايلي العثرات اذا هذا هو اللي كيخلي بار بارفوا السبب انه بعض المرات كتبغي تحط الاهداف ديالك كتلقى راسك انك كاين واحد لي ريزيستونس اللي كيخليوك انك فريمون ما كتقدرش تنطلق ما تقدرش انك تكتبهم ولا ما تقدرش انك تفيزواليزيهم حتى كتبتيهم ما تقدرش تفيزواليزيهم اذا ملي كنبداو نهضروا على تفيزواليزيهم انت كتبتيهم مزيان حطيتيهم صور ودرتيهم في طابلو فيزواليزاسيون مزيان وهنا كاين واحد الحاجه اللي هي اساسيه واش كتخايلهم واش كتخايل راسك انت فيهم واش كتخايل راسك انت في هذاك الهدف بالضبط هنا كتلقى لي ريزيستونس هاد لي ريزيستونس بيني وبينكم صراحه كاين بزاف ديال الناس اللي عندهم درجات تقدر انت وانت يعني يكون عندك واحد 10% ديال ريزيستونس كاين واحد عنده 90% والوقيته اللي كيبغي فيجواليزي لي زوبجيكتيف ديالو كيوحل ومن كيبغي يحل شنو كيوقع له كيابوندوني هذيك ليماجيناسيون وهذيك ليماجيناسيون دو طون كتابوندونيها كتلقى راسك بان هذاك لوبجيكتيف هذيك لينيرجي اللي خاصها تكون عندك باش تخدم بها ما كايناش وهذا راه ستان سوكري ان شاء الله غنتكلمكم عليه ان شاء الله في الحلقه الجايه مهمه بزاف وانما ما غنرجعوا دابا قبل ما نهضروا على انك انت حطيتي وكتلقى راسك كاين لك لي ريزيستونس وكتلقى راسك كتخاف علاش انك تحط هذوك لي زوبجيكتيف ديالك وهنا غنتكلمكم علاش لانه لا بيبار وكان ديجا هضر عليا اسامه سحاله اللي تبارك الله عليه قال واحد النقطه مهمه بزاف قال لك بانه اكثر من 90% ما كيبغيو يبداو ما كتلقاهم 90% ما كيبداوش قبل ما يبداو علاش تو سامبلومون علاش بالضبط وفعلا من كنجي نحط لي زوبجيكتيف مع ليكيب ديالي درنا مثال ولا مع كاع الاخوان كنسولهم علاش خدام هاد الشهر هذا واش لوبجيكتيف ديال 4 سي سي درنا مثال اوبجيكتيف ديال 4 سي سي لان هي قاعده ذهبيه معروفه عندنا اللي كتخليك انك ديفلوبر بلان دومينيغاسيون ولي طون كتطلع في البلان دومينيغاسيون كتطلع في درنا مثال كلوغراد كيجيو لي تشالنج هادوك لي تشالنج باش تحققهم هي خصك تلقى دي جون بحالك حتى هما خدموا على اساس انهم حتى هما يديفلوبيو راسهم مع ليكيب ديالهم بهاد لي 4 سي سي هادي وهنا غنعطيكم واحد لو بوين مهم بزاف واساسي وركزوا معايا عليه مزيان علاش كتمني الطوم كيتحط هاد لوبجيكتيف ديال 4 سي سي كتلقى راسك انت مبلوكي علاش بوركوا علاش انت كتبغي تحط وكيقولك ما انا بغيت ولكن هاد ولكن واش عرفت واش شنو هي شنو السبب اللي كيخليك انك ما تحطش لوبجيكتيف ديالك اللي هو شهري وكتبقى كتقول ندير ولا ما نديرش ولا واحد لقيتك كتحطو
وكتحس بواحد لا ريزيستونس عاوتاني اللي كتخليك ترجع اللور وتقول لا وقيله راه ما غنديش هاد لوبجيكتيف. هاد القضيه مرتبطه بجوج ديال الاشخاص، مرتبطه كشخص انت كمقاول وشخص انه بغى يبدا المشروع، عاجبو المشروع، عاجبه الفكره، عاجبه بعد شاف الابعاد، شاف النتائج ديال النجاح، شاف الناس اللي ما تبارك الله ناجحين، شاف بان بلان دومينيغاسيون جينيرو، شاف بان لي برودوي دو غران كاليتي، شاف الشركه عندها اكثر من 40 سنه، وشاف بانه الشركه الحمد لله في هذا الخضر ديال هذه الازمه ديال كورونا وما كاينش مشكل والناس خدامين وبخير وناشطين والناس تبدلت حياتهم انطلاقا من هذا لو كونسيبت هذا. وانما شنو السبب اللي كيخلي مازال غنركز، شكون اللي السبب اللي كيخلي هاد لا بيرسون انه ما يبداش لاكتيفيتي، وشنو السبب اللي كيخلي هذيك لا بيرسون اللي هو مقاول او مقاوله دي طون كتبغي تحط لوبجيكتيف ديالها ديال لي 4 سي سي ما كتحطاش؟ علاش نظرك؟ هذا سؤال مهم، انت عارف بعدا عارف الجواب؟ ما عارفش واش سي داكور. الجواب كالتالي، وجواب مهم بزاف، ركزوا معايا مزيان. الجواب لو طون، الوقيته اللي كتبغي تحط لوبجيكتيف ديالك، لقيتها كتبغي تحط الهدف ديالك ديال 4 سي سي كتبغي تحطو وكتلقى راسك كترجع له وكتقول لا واقيلا ما غنديرش، كتقول لا واقيلا ما غنديرش، انت واقيلا عارف، كيبان لي انت عارف ياك. المهم اللي كيخليك انك ما تحطش لوبجيكتيف ديالك هو كيجاوب، هو دابا كيجاوب، دابا حاليا كيجاوب. اذا اللي كيخليك، باغي تجاوب مرحبا جاوبهم دابا، ها باغي تجاوب. على العموم باغي تعرف علاش هو الوقيته كتحط لوبجيكتيف كتبغي تحطو كتلقى لو كومون، ديما كتفكر في لو كومون. هذا هو المشكل، كيفاش غندير حق لوبجيكتيف؟ انت حطيتي باغي تحط لوبجيكتيف وانما قبل ما كتشوف يلا كتحط لك لوبجيكتيف كتبغى كيبان لك كتسيسي كتجي يطلع لك كومون قدامك وكي غدير ليها. دابا انت حطيتي لوبجيكتيف يلا بغيتي تحطو كيطلع لك لو كومون كتدرق لك على عينيك، كي غدير ليها؟ هذا هو الاشكال، كي غدير تحقق الكاسيسي؟ بغيت تعرف هاد لو كومون شكون اللي كيديرها ومع من كتجي، بغيت تعرف لو كومون كيفاش ديرها لي كاسيسي. تو سامبلومون هذا هو لافونتاج اللي عندنا حنا في هاد لاكتيفيتي، لو باران ديالك لو ماناجر ديالك كيوريك كيفاش دير هاد لو كومون، كيفاش؟ ماشي انت ديالك، ماشي عندك، عندي انا، عند لو باران ديالك، وعندك انت واحد الطرف كبير فيها. انت عارف، انت عندك واحد النسبه كبيره انك انت تكون متاكد انك عارف كيفاش غدير لي كاسيس، عارف كيفاش غدير ليها باش توصل لكاسيس. وهاد لو كومون هو اللي كنلقاو درنا مثلا عند دي بروسبي بارفوا، واحد لا بيرسون اللي بغى يبدا المشروع الوقيته كتعجبو لاكتيفيتي كما قلت لكم قبل صافي، اون فوا كيبغي يدير واحد الخطوه كيطلع له لو كومون، ودابا كي غادي ننجح وكيفاش غادي ندير وكيفاش غندير وكيفاش غادي ندير هادي وكيفاش غنتلاقى مع الناس وكيفاش غنعمل عندنا واحد الانسان اللي حدودي. هاد لو كومون هادي كتقول الشريف عندي ماشي عندك، انت حط لي اجيب معك لي زوبجيكتيف ديالك، اما لو كومون راه عندي انا ماشي عندك، ما كنبرزط راسك داكوغ. اذا هاد القضيه وقعت لكم انت نتوما نهار الاول، نهار بديتو هذاك لو كومون ما كانتش عندكم، كانت عند لو باغان ديالك. اذا اي بروسبي بغى يبدا لاكتيفيتي، بغى يبدا مشروع وبدا كيفكر دابا كي غادي ندير كيفاش غندا وانا الناس وعلاقات، كنقولو الشريف واش تهضر على لو كومون كومون رياليزي كومون كيفاش غتغياليزي هاد لي زوبجيكتيف ديالك ولا الاهداف ديالك وعلاش كيفاش غدير تخدم كيفاش غدير. شوف واش بغيت تعرف؟ لاحظوا معايا الطريقه، جاوب واش باغي تعرف؟ وي. واش بغيت تعرف كيفاش غادي دير؟ وي. هاي عندي، خليه انت، شوف خلي هاد الكومون على حسابي صافي. عندك اهداف؟ وي جيبهم معاك هادو ديالك ولو كومون ديالي وانا غنوريك كيفاش غادي توصل صافي. عقلوا على هاد الجواب مهم بزاف داكوغ. بالنسبه للمقاول كيمكن انا بغيت نحط ولكن كيفاش؟ كتقول بغيت تعرف كيفاش؟ عندي انا توكل على الله، يلا اجي نوريك كيفاش دير ليها. هذاك لو كومون هي لو بلوكاج اللي كتخلي هذاك لا بيرسون انه ما يديماريش ما يحطش بعدا قبل ما يديماري ما يحطش لوبجيكتيف. شاين فوا يحط لوبجيكتيف ولو كومون يقول لك وصافي دابا البارون ديالي هو اللي غيوريني كيفاش غندير، كيديماري هذاك الديماراج راه بدا في لو كومون. وانا متاكد علاش كنقول لكم بان لو كومون عند لو مقاول ولا عند لو بروسبي راه عنده واحد النسبه، مي لو غيست عند لو باغان ديالك، لو باغان ديالك كيشرح لك الديتاي ديال الديتاي، عند لو ماناجر ديالك كيشرح كيفاش دير ليها. علاش؟ لانه عندنا الطريقه الحمد لله لي كومبيتونس الحمد لله، وعندنا كيفاش كنخدموا حتى لك العقليه ديال لا بيرسون كيفاش نعاونوه على انه كيفاش يشتغل وكيفاش رياليزي لي زوبجيكتيف ديالو. اذا تحياتي لكم جميعا، تبارك الله عليكم، ركزوا على هذا الفيديو مزيان وعاودوا 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 وركزوا عليه مزيان، لان لو سوكري في كاين في لو كومون. هذاك لو كومون ماشي عندك، عند لو باغان ديالك، عند الماناجر ديالك. حتى لو بروسبي الا سولك قال لك انا راه بغيت نبدا هذا المشروع ولكن
كيفاش ليا ولكن واش باغي تعرف كيفاش غتشتغل كيفاش معايا غتهضر معايا غتكلم واش باغي يقولك ايه اذا كتسول على لو كومون كيفاش لو كومون راه عندي ماشي عندك على حسابي كاين لو سيستم ان شاء الله عندنا اللي غيعاونك ولا غيثق لو سيستم عندنا اذا ما تفكرش فيه حنا غنعاونك ان شاء الله اذا تحياتي لكم جميعا تبارك الله عليكم والملتقى ان شاء الله الخميس الجاي ان شاء الله وما تنساوش راه لي زوبجيكتيف ديالكم راه ديالكم راه ما ديال حتى شي حد ما تابوندونيوش لي زوبجيكتيف ديالكم راه ديالكم ما هادوك هادوك لي زوبجيكتيف ما غيحققهم لكم حتى شي واحد وما يعطيهم لكم حتى شي واحد شي الا ما نتيش خدمتي عليهم انت راه ما يعطيهم لكم حتى شي واحد اذا لا بغيتي تحققهم اذا شنو غير لانفيستيسمون ديال لو طون ما كاينش شي حاجه ما غاديش بالاستثمار ديال الوقت استثمر الوقت ديالك صباح وعشيه وسد ودنيك وتكونسونطرا على الخدمه ديالك وغيكون عندك لي ريزيستونس شوف راه انت انسان بشر لا انا ولا انت راه بشر ضروري عندنا لي ريزيستونس ضروري كتلقى عندك ظروف والظروف كل مأكد ديما حطها معاك ما تحطهاش ضدك الظروف ديالك والظروف ديال اي واحد درنا مثلا كان كيقول يلا بدا في هذا المشروع لا بوا في هذا المشروع كيف ما بغات تكون الظروف وسط هذيك الظروف ضل ذلك الظروف فين كتولي القصه ديالك واعره كتولي القصه ديالك مسموعه كتولي القصه ديالك فيها شغف كتولي القصه ديالك انه الناس خلي انه يستمتع بها ويتصنت ليها المره الاولى المره الثانيه اذا كل ما كتكون الظروف كل ما كتكون لك لي ريزيستونس كل ما انت فريمون كتعطي ماك الشيء اللي عندك هذاك الشيء اللي انت ربما ما اكتشفوش في راسك يعني كاين شي حوايج اللي مو فيك لداخل اللي هما ما عارفينوش الناس ما عارفينش حتى في راسك كتولي تكتشفهم في راسك علاش لانه هذوك لي ريزيستونس اللي كيجيوك انت هي اللي كيمنعوك انك باش تواصل وبانك باش تبقى غادي مستمر باش توصل لي زوبجيكتيف ديالك كتلقى الحمد لله وشكر لله انه فريمون كان عندك واحد الانرجي اللي قادر توصل بها ان شاء الله وما نساوش بانه راه كما قلت لك كنقول الاخوان ديما كنقول لهم راه الانسان اللي ما غيوصلش شكون هو شكون الانسان اللي ما غيوصلش الاهداف ديالو في الحياه ديالو اون جينيرال ولا مع فوغافا عرفتي شكون هو هو هذاك الشخص اللي كي ابوندوني هذاك